عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا الدكتور أحمد الشريفي الباحث والخبير الاستراتيجي. دكتور الشريفي، هل يتعامل العراق مع أمر كهذا باعتباره مستهدفا أساسيا، ولا بحكم أن منطقة التواجد أو المنطقة الجغرافية التي تؤويهم هي سوريا فالعراق ليس مخاطبا بشكل مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، من حيث التقييم بالحقيقة أن العراق هدف استراتيجي وكذلك سوريا، ولربما ما تبناه داعش من مسألة كسر الحدود بالفترة التي سيطر فيها في سوريا ومن ثم انتقل إلى العراق، هي لم تكن عفوية أو هي نتاج للتكتيك تبناه التنظيم، وإنما هي كانت جزءا أساسيا في استراتيجيته، لأن تركيا لا زالت تنظر فيما يتعلق بالمجال الحيوي أو ما يطلق عليه بالعمق الاستراتيجي والحقوق التي تعتبرها حقوق تاريخية في الموصل وفي كركوك. ولو تلاحظ المناطق التي انتشر فيها داعش هي بين مصادر الطاقة ومعابر الطاقة، فضلا عن السيطرة على خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط الموصل بحلب، وهذه بالحقيقة ما كان انتشارا عبثيا، وإنما هو كان ضمن خطة مدروسة بشكل كبير جدا، ولكن كانوا بشكل أو بآخر بحاجة إلى ما يطلق عليه بتليين الهدف، ولكن هدفهم لم يكن فقط البعد العسكري، وقد حصل تليين الهدف حينما سقطت الموصل بشكل غير مبرر لا يتناسب وحجم ما حصل في الميدان، يعني 4 فرق تنهار أمام دخول أفراد بل عشرات، وكان هناك تمهيد على المستوى السياسي في خلق أزمة داخل المنتظم الاجتماعي في تحريك الأمور الطائفية والعرقية والإثنية، تمهيدا لضرب الوحدة الوطنية وتحقيق نوع من الصدام. لكن الأمر وقتها أيضا كان له علاقة مباشرة كما قيل من قبل قيادات عراقية، كان له علاقة مباشرة بمستوى القيادة التي كانت موجودة وقتها، المستوى القيادة العراقية. نعم بالحقيقة، لأنه كان هناك أحزاب، وهذه الأحزاب بشعارات دينية اخترقت المنتظم الاجتماعي وروجت إلى أفكار، ولا أخفيك سرا أنه الأخوان كانوا يمثلون العقدة الأهم، لأنه تلبسوا جناحين، جناحا شيعيا وجناحا سنيا، وجعلوا إدارة الصراع اجتماعيا وخلق حالة الصدام الاجتماعي تمهيدا للدخول السلس للجماعات العسكرية. وإحنا نلاحظ الآن في بعشيقة معسكر فيه قدرات مدرعة، علما أن هذا المعسكر حتى حينما دخلوا بذريعة مواجهة داعش لم تكن هناك موافقة عراقية، ولم يكن إذنا حتى من التحالف الدولي للانضمام معهم في التشكيل، ولكن دخلوا فرضوا واقع حال. والآن هذه القواعد سواء كانت في بعشيقة أو 6 قواعد موجودة في إقليم كردستان تؤمن دعما لوجستيا على مستوى تأمين الموارد البشرية وبعض الأحيان القدرات التسليحية لرفض الخلايا التي لا زالت تتعرض وتشاغل قطاعاتنا، وبالتحديد في سلسلة الجبلية أو المناطق السهلية. في تلك المنطقة تحديدا تركيا تتذرع دوما في العراق بأن لها استهدافا مباشرا لحزب العمال الكردستاني، وبأن التنسيق يتم مع السلطات العراقية تاريخيا على الأقل التي لا تمانع في ذلك، وسلطات إقليم كردستان العراق أيضا. هل للأمر مبرر حتى هذه اللحظة من وجهة نظرك؟ لا، بالحقيقة هو غير مبرر. دعني أذكر فقط في قضية الاتفاق، أنا أساسا طيار مقاتل كنت على الميج 23، وكانت هذه المناطق تحت نظرنا. كان يؤذن لهم بالدخول لعمق 20 كيلو جوا، وإذا دخلوا بشكل مفارز جوالة في بعض الأحيان المطاردة ثم العودة إلى الحدود التركية لمسافة 15 كيلو برا. لم يكن لديهم تفويضا حتى في النظام السابق إلى التوغل وإلى إنشاء معسكرات وما إلى ذلك. حصل إنشاء المعسكرات في الوقت الذي انقسم فيه أو حددت خطوط العرض والطول، خط 36 وخط 32، واستغلوا فرصة انقسام إقليم كردستان في النظام السابق وتدخلوا بذريعة فضل اشتباك بين الحزبين الكرديين المتقاتلين آنذاك، ولكنهم أسسوا للقواعد، وأحدى القواعد بالحقيقة هي قاعدة كانت جوية، يعني كان مطار صغير شقة في أربيل اتخذوا منها قاعدة، والآن هذه القاعدة تؤمن دعما لوجستيا جويا إلى القوات التركية الموجودة والأجنحة أو الخلايا الإرهابية التي تمولها تركيا بشكل مباشر. وبالمناسبة بات التهديد للأمن الإقليمي واضح جدا، لأن تركيا لم تعد مشتبكة فقط وتهدد أمن سوريا والعراق،
بل ذهبت إلى استهداف العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي حينما تواجدت في ليبيا رغبة في استهداف مصر. وبالمناسبة حينما يستهدف الجيش المصري فعلينا أن ندرك حقيقة أن خط الصد الذي لم يتبقى للعرب وللمسلمين خط صد قادر على أن يوجد توازن إقليمي إلا بالجيش المصري. فاستهداف الجيش المصري بالحقيقة هو استهداف الأمن الإقليمي للعرب للمسلمين والعرب. دكتور أحمد، عندما تنتهج تركيا بعض الاستراتيجيات التي أشرت إليها حضرتك بأنها ليست قصيرة المدى كخطوات تكتيكية وإنما استراتيجية أوسع نطاقا وبعيدة المدى ولها عمق تاريخي وبعض المكونات الاجتماعية التي تراهن عليها، لماذا الالتجاء أو الرهان على عناصر منتمية لتنظيم داعش أو منتمية لتيارات راديكالية بهذا المستوى من الخشونة؟ هي لأنه لا تستطيع أن تحتوي نخبا ومثقفين وتسوق لهم أو عبرهم هذه المشاريع. هي تلجأ إلى هذه الجماعات لأنه هذه الجماعات لديها قدرة تنفيذ استراتيجية الإكراه والقهر للسكان المحليين، وهذا ما حصل. يعني حتى احنا في المناطق التي عاث بها داعش ودخل بها داعش لم يدخل داعش بمباركة من السكان المحليين، وانما انهارت المؤسستين الأمنية والعسكرية، دخلوا بقوة بطش، مارسوا إكراها بل قهرا لإرادة السكان المحليين، فاضطروا الى التعامل معهم ليس قبولا بثقافتهم. لانه يعني أجزم، لكن قيل أيضا ساعتها دكتور أحمد بأن هناك غبنا كبيرا طال بعض العشائر في مناطق من ذات الغالبية السنية هي التي ربما أفضت في النهاية إلى تشكل بيئة قد تقبل بيئة اجتماعية قد تقبل بوجود هذه العناصر. نعم أنا أتفق معك 100%، هي بالحقيقة لم تقبل وإنما كانت غير مبالية، وهذا أيضا الضغط على السكان المحليين لم يكن ضغطا عفويا، لأن أنا قلت لك الإخوان المسلمين لديهم جناحين، جناح شيعي وجناح سني. الجناح الشيعي مهد ووطد لممارسة لتهيئة البيئة حتى تدخل داعش. فإذا احنا أمام جناحين بالحقيقة، هؤلاء شكلوا بشكل أو بآخر تعاونا وإن كان غير منظور. نعم. ولكنه تخادم فيما بينه للتأسيس إلى مناطق عدت بشكل أو بآخر مجالا حيويا للتنظيم. وصلت تماما. وما يطلق عليه بالملاذات والحواضر. وصلت تماما، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشريفي الخبير والباحث الاستراتيجي منضما إلينا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا.